إذا هيك يعني بطل إله معنى وجودي هون. فإذا خليني أرجع البيت أحسن لي. استوفلي ربع، مالي شو عندك. شو بدك يا ماما؟ مع مين كان عندك اجتماع؟ اجتماع خاص ما له علاقة بالشركة. عاصي؟ يعني بدك تضلك تتعامل معي بهالطريقة؟ من الصبح لعشية أسرار؟ إيوان قلت لك كنت باجتماع خاص وأنا مش مصدقك. عاصي أنا عم بجرب قد ما فيي معك. البابا حابب إنه نضلنا عم نشتغل سوا، أنا مش حابب زعله عن جديد. عاصي عم بحكي معك. شو يعني انه كيف بدك نقرب المسافة بين بعض؟ أنا مش حابب نقضيها شريعة. إيوان أنت اللي عم تخلق الشريعة. صرت ثلاث مرات قايل لك كنت باجتماع خاص وبعدك مكمل. أنت بصير دائما تحسس حالك وتحسس اللي حواليك إنه في شيء مؤامرة كبيرة يعني. أنت مريض خيي. هلا كل الاجتماعات اللي ما بتخليني أحضرها اجتماعات خاصة؟ اجتماعك مع جورج وعيسى كمان اجتماع خاص؟ يلا زل هنخلص النهار. حبيبي فوت عط الارشيف، بحبش باللي بدك اياه، شوف الكونتريات كلها وقريها، مين ماسكها؟ عاصي انا ما بهمني بس اقرا الكونتريات، بهمني شارك واعطي رايي. خلص وعد الديل الثاني، بخليك تحضر من اول اجتماع لاخر اجتماع، منيح هيك؟ ايه اوكي منيح. فيي كمل شغلي؟ كمل شغلي. انا رايح على المكتب يلا. الله معك حبيبي، تبع الطريق. يا بشير كيفك؟ شفت المرة أنا حكيتها وعملت ديل أنا وياها. اسمعني منيح. إيه حليت الموضوع. بدي منك تدبر لها سيارة تطلعها لحالها بكرة الصبح. لا لا بتعرف شو؟ شحنها من الليلة. شفتوا ما احلينا كلنا سوا مجموعين. ماما الصبح كانت كثير زعلانه. عتباني حبيبي مش زعلانه، والعتب عقد المحبه. انا من هلا ورايح ما بقى رح غيب ولا مره عن تربيقه. طيب واذا اضطريتي كرمال الشغل؟ شغل؟ اي شغل؟ رفقتها لروبي عند بوتيك. عم تساعدها شوي. يعني عم تبيع تياب؟ برافو روبي. بيلبق لك هذا الشغل ومبسوط فيك انك طموحه. انا نزلت مرتين عصي، ما بقى رح انزل. ليش وتركتي؟ حياتي انت قلتها، انا ماني موظفه، يعني انا كنت عم ساعدها وعم بتسلى، بعدين هي جابت وحده بطل بحاجه لإلي. اساسا انا ما كان عاجبني هالشغل ابدا. ولا انا عمو جواد. بعدين أنا من بيت الأبيض، لازم كسر وأتدلل كل النهار. هذا كلام بيعجبني، اسمعه منك. حياتي المهم تكوني مبسوطة. يعني ما رح انزل بكره معك على بيروت؟ لا. ليش أنت شو عندك ببيروت؟ إنه بدي أنزل عصي خلص شغل الجمعية. إيه بركي أنا بنزل معك، هيك بروح بعمل شوبينج. بكره حبيبتي ما فيي، عندي كتير شغل. ما في وقت للشوبينج، بس بوعدك مرة تانية باخذك معي. طيب. شو ما فهمت يعني انت حتقضيها هيك يوم يوم لا تنزل على بيروت؟ انه حياتي بس اول فترة، يعني تقريبا شي شهر شهرين وكون حضرت كل شيء وبعدين بصير فيني ادير الشغل من البيت. هي بسيطة اذا شهرين بس، اوكي. ست روبي، في ست ناطرتك بالسلون بدها اياك. عم تسأل عني انا؟ مين بتكون؟ عم تقول اسمها ساندرا. ساندرا، اوكي، يلا جاي يعني. بالاذن. Thank you.
شو ساندرا؟ جيت تكفي لي البهدلة؟ روبيا عن جد سوري، كنت معصبة وما عرفت حالي شو ترشقت حكي. حقك تعصبة مني ساندرا، بس زدتيها شوي ما لاحظتي؟ بلا لاحظت، لو ما هيك ما فقعت مشوار وجيت لعندك. ما كان ضروري تتعذب وتجي لهون آخر الليل. بلا ضروري، أنا بدي أعتذر منك ونتصالح وتنزلي بكرة على البوتيك. اعتذارك مقبول، بس ما رح فيي أنزل على البوتيك. يعني بعدك زعلانة مني؟ لا ساندرا، ماني زعلانة منك، بس هلا قلت لهم إنه أنا تركت شغل، يعني ما بقى فيي أنزل. بصراحة كلهم انبسطوا لي. أيوة المشكل، قولي لهم كنت عم بمزح معكم. بك شي ساندرا تيقولوا عني ولد يعني؟ ما فهمت. بعدين من غير شي صوفتي حمرا بهالبيت. طيب عندي فكرة، ما تنزلي هالكم يوم، بعد فترة قولي لهم زهقت ورجع انزلي. طيب نبقى منشوف. ناقصتيني جودي. انت زهقتني. ما فهمت. ايمتى بدك تخدني بتعذرني؟ ولا شكلك نسيت؟ لا ما نسيت، بس ما شفتي عمك كيف طلع فيي لما كنت عم بحكي معك؟ كان معصب مني انا لانه كنت لابسه قصير. اي معه حق. بفهم انه رجعت تغار علي. جودي شو اتفقنا نحن؟ ما بعرف. اتفقنا انك تقعدي عاقلة. اتفقنا ان اقعد عاقلة بس تخدني تكذرني. مش هون. صرت سألتك اكثر من مرة شو في بينك وبين جودي وانت ما عم تجاوبني. حبيبي وانا جاوبتك. قلت لك انه جودي بنت غنوشة. واسلوبها بالحكي فاشي شوي. بس أنا حاسة إنه في شيء أكبر من هيك، كأنه مخبى شيء علي. شيء مثل شو يعني؟ يمكن تكون جودي معجبة فيك. تمارا، منين جايبة هالتحليل هيدي؟ لو أنا كنت مجوز هلأ بنتي كانت من عمر جودي. شو خص؟ ياما في بنات بينغرموا برجال اكبر منهم، وخاصة إذا عندهم عقد نفسية. بتعرفي إذا سمعتك جودي عم تقولي عنها إنه عندها عقد نفسية، شو ممكن تعمل فيكي؟ كيف بدها تعرف جودي شو قلت عنها؟ إلا إذا أنت خبرتها نمر. وهذا الشيء يعني إنه الإعجاب مش من طرف واحد. رح نتخانق أنا وياكي من ورا تحاليل مش موجودة إلا براسك. أنت أكيد إنه مش موجودين إلا براسي؟ إيه طبعاً أكيد. طيب رح أسكت. بس إذا اكتشفت إنه اللي عم بقوله أنا مزبوط ما رح تكون أبداً ممنوع. نمر! تمارا حبيبتي الموضوع مش مثل ما أنت مفكرة. الموضوع تماماً مثل ما كنت مفكرة. خليها تفل. زيحي جودي زيحي. تمارا 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 افتح الشباك. تمارا بدي احكي معك كلمة. تمارا 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 افتح الشباك بدي احكي معك. هلا من الباب وعجوك. شو صورك من شكلك بموت ضحك. حلي عني جودي حلي عني. Thank you.
جمال، تعال شوفي شو جبت. بصراحة ما لقيت أحلى من التاب اللي عند سلفتي، جبتهم كلهم معي. هلا رح يطير عقلك قد ما حلوين. وينك أمل؟ وين راحت أمل؟ أمل؟ أمل بك شيء؟ أمل رح افتح. لا لا أمل، ما تقولي لها بنتي ياها. هلا قبلنا؟ شو عملت فيها؟ عم شوفها ولا شيء؟ خلص رح ردها. بتعت لها شو عملت فيها لأمل عزة؟ شو عملت فيها؟ وين؟ فلت. لوين؟ سافرت. سافرت هي وابنك. شو اللي لا ياسمين؟ من عقلك رح اقبل بهالمهزله انا؟ انا كان بدي ولد، كان بدي ولد. ومين قال لك انه بدي ولد من وحده مجنونه مثلك؟ نحلة انت هون؟ انا وصيت العليا تعملنا ركوة قهوة. ايه والله بدها فنجان قهوة. تمارا، تمارا افتح الباب. تمارا بعرف انك جوا، افتح الباب. تمارا، تمارا شفت سيارتك برا، بعرف انك هون. تمارا افتح الباب احسن ما اكسره. تمارا رح اكسر الباب هلا. تمارا، تمارا افتح الباب عم بقلك. تمارا اسمعيني شو بدي اقلك، اسمعيني. تمارا بدي احكي معك كلمتين، اسمعيني. تمارا بكسر الباب اذا ما فتحتيه. فل امر، فل من هون. تمارا رح فل قبل ما تسمعيني. ما بدي اكون معك. تمارا بس اسمعيني دقيقتين اذا بتركي. ما بدي اسمع ولا كلمة. تمارا حبيبي. روح تقول لي حبيبي. روح قول حبيبي اللي كنت حبيتها بالمزرعة. طيب روحي، ما بصير الا مثل ما بدك، بس اسمعي الحقيقة مثل ما هي دقيقتين بس، وبعدين خدي قرارك، وأي قرار بتاخديه أنا بلتزم فيه. أنا معك، بس بليز اسمعيني، بترجيك تمارا. دقيقتين بس. روبي حبيبتي، إذا حسي حالك عم تزهقي وبدك تعبي وقتك، بركي هيك بتساعديها لياسمينة بالجمعية. لا ما عليك مطلوبنا. ياسمينة مبسوطة باللي عم تعمله، ما بدي أتدخل فيها، يعني ما بدي إياها تحس كأنه أنا عم قشطها شيء. ليه بدها تحس هيك؟ بالعكس، أنا بقول هيك بتتقربوا من بعض وبتصيروا أصحاب. ما نحن أصحاب.
واطية يا رجولية. لك وعطيني ما تقولي وعطيني ما تخبري. ياسمينة عن شو عم تحكي؟ لك وقت مثلي دوري البرية قروبة، أنا أكتر وحدة بعرفك بهيدا البيت. ياسمينة شو فيه؟ فهميني. خبرتي تتأذيني؟ لك خبرتي تتنتقمي مني؟ رحتي خبرتي سفرة، لك خسرتيني كل شيء. لا ياسمينة لا، أنا ما قلت له شيء، أنا ما فتحت أمي بكلمة. كذابة. شو عم بيصير معكم أنت وياها؟ أنت وحدة كذابة، وحدة بلا أخلاق، وحدة رخيصة. حقك أقل من اللي دفعه عمو جواد. ياسمينة عيب هالحكي. بدك تاخذي كل شيء لإلك روبي؟ ياسمينة خذي كل شيء روبي، خذي كل شيء. بتعرفي ليه؟ لأنه أنا عرفت، لأنه أنا ما بقى بدي شيء. هلا بدي اعرف شو عم بيصير انت وياها. انا ما خصني طنط لبنى. اسالي ياسمينة. سألتك سؤال وبس اسأل بحب اسمع جواب. شو شايفني عم بعمل عاصي؟ عم ضب اغراضي، بدي فل من هون. ما بتتعصي برات هالبيت. ما فيك تمنعني. شي مرة واحدة بحياتك تصرفي بوعي؟ لا مرة واحدة. بالعكس، هي أكتر مرة بتصرف فيها بوعي. كان لازم اتركك من زمان وفل، من زمان عاصي. عم تحكي كأنه اللي عملتي صح. انت اللي وصلتني لهون، انت اللي خسرتني هلا اخر حلم، لك اخر امل لإلي. انا كان لازم اتصرف. شو كان بدك ياني؟ اتركك تجرسينا وتجرسي حالي؟ مقدره العواقب تبع شغلتك كانت؟ انا كان بدي ولد عاصي، كان بدي ولد يمل الفراغ اللي انا عايشته. قلت بركي الولد بيرجع علاقتنا شوي طبيعيه. ومين قال لك انا ما بدي ولد؟ مين قالك ما بدي ولد أكتر منك؟ بس مش هيك، مش هاي الطريقة. بدي ولد من لحمي ودمي، من صلبي، من عائلتي. كيف بدك يا للولد عاصي؟ كيف بدك ياني أحمل وأنت ما عم تقرب علي؟ بس أنت بتعرفي شو السبب؟ وأنت بتعرف؟ بتعرف شو أنا بحس لما ترفضني عاصي؟ بتعرف شو بحس لما تبعدني عنك؟ بحس حالي نكرة، بحس حالي ولا شيء. انت ولا شيء بلي. وعد هديه ثاني مره، وعد جربت هديه. فكرك ما بتستاهلوا هيدا الكف؟ بتستاهل اكثر منه عاصي. انت شو مفكر عم تقدم لي؟ انه كون بالاسم مرتك هيدا بيكفيني؟ ماشي، بدك أكثر من اسم. خلينا نصلح الوضع لك. ما بقى بدي شيء عاصي. تركني. كذابة. تركني عاصي. بعد عني عاصي، بعد عني. تركني عاصي. تركني. مش هيدا اللي بدك إياه. مش أنت زعلانة لأنه ما عم بقرب عليكي. إيه. بس هلا قرفانة منك، مش طايقتك عاصي، بعد عني، بعد عني. مش قادر. هلا صار بدك؟ بطلت قرفان عاصي؟ ولا بس لأن ما بتحب حدا يقول لك لا؟ تركني، تركني. خير استاذ ايوان.
طب شوف هيدا الملف، عندي كم سؤال. استاذ عاصم وفي عليه. يعني السعر المكتوب هون مزبوط؟ اكيد مزبوط استاذ ايوان. كيف هيك؟ السعر واطي، كيف قبله؟ هيدا السعر اللي هن طالبينه. اف اكيد في شي غلط، يمكن يكون في شي مش قانوني بالشحن الياس. انا كنت شوي معارض، بس استاذ عاصم رح يتحرى على الموضوع. بيوافق وبيطلب كونترا قبل ما يتحرى؟ ما بده يروح الصفقة على الشركة. ياس إذا في شيء مش قانوني ما لازم يقبل، حتى لو روحنا أرباح كبيرة. أنا ما دخلني أستاذ إيوان. كيف ما دخلك ياس؟ أنت مستشارنا. أنا مستشار، بعطي رأيي، بس مش أنا اللي بقرر. هيدي الصفقة ما لازم تنمضى قبل ما نتأكد من كل شيء. خوج عصر رح يتأكد. إيه. وأنا كمان رح أتأكد. استاذ عاصي عايزك ضروري، احكيني بأسرع وقت. عايزك ضروري، احكيني بأسرع وقت. اهلي يا شوفي. شو بكون عم طلعوا فيه هيك؟ سلامتك حبيبتي، ما في شيء. اصلا انا بعدني لهلا مش عارفة شو صار معك لما جيتي. صار لي ساعتين بسألها لروبي، بس مش قبلاني تجاوب. تطلبنا الموضوع ما بخصني، كرمال هيك ما عم بحكي. ما في شيء مرت عمو، بس كنت عم بحضر مفاجأة لعاصي كرمال عيد ميلاده. وعارف عاصي، فكرت روبي خبرته. هلا كل هيدا الصريخ كرمال عيد ميلاده لعاصي؟ مش بكير شوي عيد ميلاد عاصي؟ بلا، بس أنا حبيت بلش حضر من هلا، حب عيد ميلاد عاصي يكون مميز هالسنة. بفهم إنكم صرتوا متفقين؟ إيه أكيد صرنا متفقين وصرنا أصحاب كمان. إيه خي؟ هاي خبرية حلوة. إيه وبمناسبة الأعياد ما تنسوا إن عيد جودي بعد يومين. آه عن جد؟ يعني لازم نعملها شيء؟ أكيد رح نعملها، رح نعملها حفلة بجنينة مثل كل سنة. إيه كتير منيح، فإذا لازم أقعد أنا وياكي تنطلبنا ونحضر كل شيء. رح نقعد أنا وياكي وروبي، بس انطروني تجيب قلم وورقة وبرجع لعندكم.
ياسمينة، ما زال عاصي عارف ليه ما بتخبر الكل؟ خلص روبي، انسى الموضوع. كيف بدي انساه يعني؟ بعدني لهلا ما عم بقدر اتخيل شو بده يصير بس يعرفه. بعدين ياسمينة عمو جواد عامل عملية القلب، ما فيك تصدميه هيك. ما حدا حينصدم روبي. عاصي عارف وما قبل، اصلا سفرها للمرة. يعني بصراحة ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يمكن هيك احسن لك. بعرف، بس وحياتك مش انا اللي خبرته لعاصي. بعرف روبي، هلا بس سمعت انه طلبنا عم تقول انه ما قبلت تخبريها شيء، تأكدت انه مش انت مخبره عاصي. منيح اللي تأكدتي، لانه بصراحه ماني حابه يكون في عداوه بيني وبينك. بس عبالي اعرف مين اللي خبره. شو بهمك هلا تعرفي؟ ما خلص عم تقولي انه المره سافرت، انه ما فهمت ليه بدك تخلقي مشكل انت وياه. لا ما زعل، بالعكس. ايه عال، فإذا استفيد من الجو ما تخلقي حالة توتر بينك وبينه، بلا ما تقعدي ياسمينة هلا تفتشي كيف عادي فترجعي تتخانق أنت وياه. يمكن معك حق. مش يمكن، أكيد معي حق. إيه بدي تحرري عن الموضوع بأسرع وقت، وإذا لزم الأمر أنا بسافر لعندك. إيه؟ طيب اوكي، يلا منكفي حديثنا بعدين. شو هي؟ صار عندك احاديث سريه كمان؟ ايه عم بتعلم من خيي الكبير. وصار عم بدقق من وراي كمان لولي. دغري وصل لك خبر؟ هي انت بتعرف انه انا الامر النهائي هون. يعني ما في حدا بحرك ورقه بدون ما يعطيني خبر. دخلك شو قصة هالشحنة عاصي؟ في شيء غلط فيها هي؟ ما تعتل همها. عم دقق بالموضوع عم تابعه. طيب إذا بدك أنا مهتم بالموضوع، أكيد أنت مشغول وما عندك وقت، فأنا بتابعه. ما تتعذب خيي، ما في لزوم. وكلت حدا موثق فيه، اليوم عشية بكون التقرير عندي مفصل. أوكي، ما بدك. أنا رح أهتم بالأكل والجاتو. طيب كتير منيح، وأنا مثل كل سنة رح أهتم بالموسيقى. بتعرفوا عم فكر جيب بيانيست وفيولونيست. بس إنه جودي بتحب هيك؟ أكيد، اللي ما بدها تحب هيك؟ ما بعرف، بس إنه بحسها هيك بتفضل أكثر جو يرقص وهيك إنه. لا لا، شو رقص ومرقص؟ بيانو وفيولون أرتب، وخاصة للعالم العازمينها. على كل حال هودي تفاصيل سنوية، خلونا نشوف هلا مين بدنا نعزم. حطيت بيت لحود، بيت الخوري، الخازن، قبل لما في حدا دخيلك ناسي حدا؟ شوفي كمان عمو جواد مين بده يعزم. ايه هلا رح اساله على كل حال، بس خليني أيد اللي انا بهموني بالاول. اجيت جودي هلا بعدين بنكفي. ما بيأثر، هي بتعرف انه كل سنة بنعمل حفلة. حفلة شو؟ عيدك حبيبتي. بعد يومين حفلة عيد ميلادك. تيتا أنا هالسنة ما بدي حفلة. ليش؟ لأنه هيك عبالي أسهر مع رفقاتي بالجامعة. تظهري معهم تاني نهار، ما بيأثر. تيتا ما بدي حفلة هون. تيتا نحنا كمان حابين نحتفل فيكي، مش ضروري أنت ورفقاتك. من قدك ست جودي، هيك بيطلع لك حفلتين. إيه ماشي. ما تقولوا لي ياسمينة رح تهتم بالموسيقى. إيه جودي، إذا ما عندك مشكلة. شو جيبتي لنا هالسنة؟ هالسنة رح جيب بيانيست وفيولونيست. بشرفك ياسمينة، في شي بزهق أكثر من هيك؟ ما بدي لا هيدا ولا هي، بدي دي جي. شو دي جي جودي؟ أكيد بلا سرعة راس. هيدا عيد أو عيدك؟ لا جودي، عيدك، بس الدي جي مش خارج هيدي المناسبة ولا خارج الناس اللي عازمينهم. ياسمينة معها حق. أنا عازمة عيال وناس مهمين، ما رح نحط لهم دي جي. تيتا، ما زالوا على الحفلة بتعزموا فيها أصحابك أنت وجده. لشو بتسموه عيد ميلادي؟ جودي شو بك اليوم؟ ليش معترضة على كل شيء؟ من شو معصبة؟ لا تيتا أنا معصبة. خلص عمل بدكن ياه. رح أطلع أحكي معه. طيب كمان أنا رح أشوف حدا كرمال الورد والبالونس. ضروري.
زعلانة من شيء؟ لا ابدا، بس ما بتيقى الحفلة بيعملوا لي اياها، ولا سنة بحس حالي معنية بالموضوع. خلص حبيبتي ما تزعليهم، هن بحبوك وعم يعملوا كل هالشي كرمالك. طيب خلص سكتت. طيب شو رأيك إذا بننزل أنا وياك على السوق؟ لشو؟ كيف لشو؟ تنقي شو بدك تلبسي؟ عندي كتير تياب بلبس حيلا شي. لا لا جودي، شو حيلا شي؟ هيدا حفلتك، يعني لازم ننزل نقي أجمل فستان. يا عمي شو قصتكم بالبيت؟ وحدة بدها تنقي الموسيقى على ذوقها، وحدة بتعزم معارفها وأصحابها، وحضرتك بدك تنقي لي تيابي كمان؟ لا يا حبيبي أنا ما هيك قصدت أبدا، هيدا عيدي وأنا حرة نقي كل شي وأعزمي ما بدي. طيب حبيبي خلص لبسي شو ما بديك ما تزعلي. روبي انت عم تسمعي انا شو عم بقول؟ انا ما عم بحكي بس على التيب، انا عم بحكي عنكم انتو بالبيت، كلكم بدكم تتحكموا فيي. لايمتى بدي ابقى هيك؟ خلص حلوا عني بقى. شو بها؟ مش حابة هالحفلة، حاسة إنه عم نعمل كل شي على ذوقنا، وبعتقد معها حق. شو رأيكم نخليها هي تنقي الموسيقى وتعزم أصحابها؟ لا روبي، هي شو بفهمها بالإجتماعيات. خلص وين المشكلة؟ خليها تعزم أصحابها. شو بكي تنطلبنا؟ كيف وين المشكلة؟ أنت شايفة الأولاد بعمرها كيف بيكونوا مصارية؟ بكرة بيجوا بينزعوا الحفلة. خلص خلينا مثل ما معودين كل سنة، نعمل نحن الحفلة وهي ترجع تروح مع أصحابها. إيه هيدا أحسن حل. بس يا عمي منا حبتها لهالحفلة. حبيبتي هيدا غنج البنات، بكرة بتشوفيها بالحفلة قديش رح تنبسط وتتسلى. معك حق تنطلبنا، هيديك السنة عملت نفس الترنة، رجعت انبسطت وكيفت أكتر وحدة. طيب اعملوا اللي بتلاقوه مناسب. الو جودي اشتقت لك كثير. ماما ماما حبيبة قلبي انت، اشتقت لك كثير. وانا كمان كثير اشتقت لك. وينك؟ وين رحت وتركتيني؟ خير؟ وين رايك خيي؟ عندي اجتماع مرات الشركة. طيب تلفن لجماعتك واجي الاجتماع، لازم نحكي. اكيد ما في اجتماع مهم والجماعة وصلوا اوريدي. البنزين اللي بدك تجيبه خيي طلع ما بيسوى. شو عم تحكي؟ شو بقولي؟ مضروب بكيروزان. حكي سوق هيدا. لا خيي مش حكي سوق، انا اكيد. شو اللي مأكدك هالقد بس خبرني؟ مصادري الخاصة عاصي. إيوان أنا عم تابع الموضوع، أكيد ما رح ألغي هيك ديل من ورا مصادرك الخاصة. يعني ما عندك مشكلة تجيب بنزين مضروب؟ أنا ما قلت ما عندي مشكلة، قلت لك أنا عم تابع الموضوع وأنا عم بتحرى عنه. هيدا مش شغلك. شو شغلي لك يا عاصي أنا؟ اللي بقول لك تعمله أنا. يلا تأخرت شوي على مطلوبك. طيب اوكي خلص انا ما رح اخرك بس ساعه وبيكون عندك تقرير تتاكد انه كل شيء عم بقوله مزبوط. عسي برافو. فوق طلع لي الخرايط تبع اربع شهور وسكوك الملكيه كلها.